مرحبا مرة تانية، اليوم الدرس الخامس عشر. طيب الكلمة الأولى content 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 هون adjective صفة معناها satisfied 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 معناها قانع قانع، يعني ما بده كمان. مثال ما بده كمان مثال the boy or the baby looked very content sitting on the floor on the floor يعني جلس أكل وشبع وأموره زي الحلاوة. طيب satisfied قانع content مش كو ك content هاي شوا بسميها بالإنجليزي شوا. طيب الكلمة الثانية expect expect هون verb expect verb فعل معناها يتوقع تمام expect expect يتوقع. مثال I expect the bus to come on time يعني أنا أتوقع أنه يأتي الباص على الموعد. come on time on time يعني على الموعد. expect I expect the bus to come on time ممتاز. الآن نأتي للكلمة الثالثة frequently frequently حبايبي اللي بده يتعلم لفظ كلمة يقطعها frequently طبعا هاي من ثلاث مقاطع وهي عبارة عن adverb adverb ظرف frequently يعني بانتظام أو يعني بانتظام هي frequent تردد هو هون معناها frequent أو متردد frequency تردد تمام frequently يعني بانتظام. مثلا مثال we meet frequently we meet frequently either at the beginning either the beginning or ending of the week يعني نحن نجتمع بانتظام يعني frequently بانتظام إما ببداية الأسبوع أو بنهايته ممتاز. الآن نأتي إلى رقم أربعة habit habit هون noun صف اسم noun معناها عادة أو عادة habit معناها عادة. مثلا مثال coming late is a bad habit يعني القدوم متأخرا دائما هذا الشكل دائما بيجي متأخر ف coming late is a bad habit ممتاز. ممكن نحكي other thing مثال آخر smoking is a bad habit ممتاز. طيب الآن ننتقل للكلمة الأخيرة الآن الكلمة الأخيرة اللي هي رقم خمسة as you see instruct instruct حبايبي هاي الكلمة معناها teach الكلمة هاي instruct teach يعلم وهي يعلم وهي فعل طبعا instruct 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 يعلم. مثال example my teacher
instructs instructs us in several subjects. يعني مدرسنا هاد مدرسنا أكثر من مادة. نأتي لنهاية هذا الدرس ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.